الطريق ولا فوق التصاعد يعني هذا العام هذا كان فوق الطاقه طبعا هذا هو اللي كنبنوا على اساس ان كل واحد مسؤول على استضافه مجموعه من الفنانين على الصعيد الوطني. الفنان عبد الواحد تطواني قبل اختيار الفكره يعني اختيار الفنان يعني المعايير يعني او انا يعتمدها يعني بالاخص بالنسبه لاختيار الفنان. اول حاجه الأغنية المغربية العصرية يعني تغنت بجمال يعني سواء يعني المرحلة التي جاءت فيها يعني تغنت بجمال المغرب يعني يعني كذلك يعني استثمرت التراث الفني سواء الغنائي سواء الشعبي أو يعني الفولكلور المغربي الغني بالروافد ديالو المتعددة سواء كان فولكلورية أو الشعبية إلى آخره. الفنان يعني الاغنيه العصريه هو رائد وكذلك يسمى بمطرب الملوك يعني كيفاش هاد يعني اطلق عليها الرواد ديالو او المحبين يعني لي فان ديالو ممكن تشرح على الناس اللي عايشوا واللي يعني حضروا على بولبول المغرب الاقصى انه تعطى هذا الاسم لانه يحمل في طياته يعني الابداع الفني والحس والمرهف وتاديه واحد المجموعه ديال الفنانين. شكرا جمال الرباعي رئيس جمعيه صدى الشمال للتنميه بالعرائش التي تنظم حفل تكريم الفنان الموسيقار أغنية العصرية عبد الواحد كنار المغرب الأقصى أو مطرب الملوك. مرحبا به ومرحبا وشكرا للجمعية التي أتاحت الفرصة للقاء.